بتبدأ أحداث فيلمنا في التسعينات وتحديدا في الصين، وبنشوف اتنين ظباط، واحد اسمه جونج والتاني اسمه جونجو ها، وبيكونوا ماشيين بالعربية في دورية في الشارع. وفي الوقت ده بيكون في عصابة مدوخة الشرطة. نشاط العصابة دي بيتركز في سرقة المحلات والبنوك لكن باحترافية عالية جدا، لدرجة إن الشرطة مش قادرة تقبض عليهم ولا حتى تتعرف على هويتهم. وبنشوف بعد كده محل مجوهرات بيهجم عليه مجموعة من الناس اللي لابسين أقنعة، بنعرف إن دي هي العصابة اللي الشرطة مش قادرة تقبض عليها. تقفل العصابة باب المحل عشان محدش يشوفهم. كل ده بيحصل في وقت الدورية بتاعت جونج، وبيعدي فعلا بالعربية من قدام المحل، وبيستغرب جدا إن باب المحل مقفول، خصوصا إنه أكبر محل مجوهرات في المدينة، كمان اليوم ده مش أجازة، وبيحس إن في حاجة غلط. وبينزل جونج من العربية وبيروح يقف عند باب المحل، وبتكون في فتحة صغيرة في الباب بيقدر يبص منها، وبيلاقي العصابة فعلا بتسرق المحل. وبيكون في واحد من العصابة واقف على مبنى عالي وبيراقب الطريق، وبيبلغ العصابة ان جونج بيبص عليهم من فتحة الباب. رئيس العصابة بيقرر يبعت رسالة لجونج وبيقتل واحد من الرهاين. وبيكون في جزء من العصابة بره المحل عشان يغطوا زمايلهم اللي بيسرقوا المحل، ولما بيحسوا الجو اتوتر بيلبسوا أقنعة عشان يهربوا، لكن جونج بياخد باله بيقدر يقبض على واحد منهم وربط ايده بالكلبشات. بيحاول جونج يتصل بالشرطه عشان يبعتوله دعم عشان يقدر يقبض على العصابه كلها، لكن باقي العصابه بتوصل وبيضربوا جونج، وكمان بياخدوا منه مفتاح الكلبش وبيفكوا زميلهم، وكمان بياخدوا جونج معاهم رهينه. ولما الناس بتشوف كل اللي بيحصل ده بيتصلوا بالشرطه، وبتوصل الشرطه لكن متاخر، وبيفضلوا يطاردوا العصابه عشان يقبضوا عليهم وكمان عشان يقدروا ينقذوا جونج. والعصابه بتغطي عين جونج وبيلبسوه قناع زيهم، وجونج بيحاول يضرب رئيس العصابه وبيعضه من ودنه وبيقطعها. بعدها رئيس العصابة بيرمي جونج من العربية، ولأنه لابس قناع زي العصابة الشرطة بتقف وبتفكر جونج مجرم وبيقبضوا عليه. تقدر العصابة تهرب، والشرطة مش بتسيب جونج غير لما بيتأكدوا إنه ظابط. وبيعمل جونج اجتماع بعدها مع قيادته ومع زمايله في الشرطة، وبيقلبوا في الملفات اللي عندهم عشان يحاولوا يوصلوا لأي معلومة عن العصابة دي، خصوصا إن العصابة دي ليها سوابق كتير. وبعد بحث كتير بيوصلوا لفارغ رصاصة كانت العصابة دي سابتها قبل كده في مسرح الجريمة، وجونج وزمايله بيعملوا تحرياتهم وبيعرفوا ان الرصاصة والمسدسات بتاعت العصابة من مكان بره المدينة. وبنشوف بعد كده زهونج وبنعرف انه رئيس العصابة، وبيكون بيقابل شخص عشان يشتري منه أسلحة وذخيرة للعصابة. وبنرجع بعد كده لجونج وبيكون مع زمايله بيحاولوا يوصلوا لأي معلومة تانية عن العصابة. وبنشوف زهونج واقف على برج عالي جدا في المدينة وبيجهز لعملية جديدة، وبيخلي واحد من أفراد العصابة يتصل بالشرطة ويبلغهم ان في خناقه كبيره في بنك المدينه. طبعا ده بيكون بلاغ كاذب، وزونج بيكون بس عايز يعرف الشرطه بتاخد بالظبط كام دقيقه عشان توصل للبنك. بنفهم ان هو وعصابته بيجهزوا عشان يسرقوا البنك ده، وبيفكر هو وعصابته في طريقه يقدروا يفتحوا بيها الخزنه. بعد محاولات كتير جدا بيوصلوا للطريقه. وبنشوف بعد كده زونج بيروح مطعم مع عصابته، والبنت اللي في المطعم بتقدم لهم اكل، وبعد ما بياكلوا بيروحوا يهجموا على البنك وبيقتلوا الامن. وبيدخلوا البنك وبينفذوا خطة فتح الخزنة بعد ما بيربطوها، وبعد كده بيسرقوا الفلوس وبيخرجوا. وبتوصل الشرطة للبنك بعد ما بيتسرق، وجونج بيكون معاهم، وكل الضباط بيكونوا مستغربين لما بيلاقوا الخزن مفتوحة، وبيسألوا ازاي العصابة سرقت الفلوس ومشيت بالسرعة دي. ساعتها جونج بيقدر يستنتج الطريقة اللي العصابة فتحت بيها الخزن، وبيوريهم ازاي ده حصل، وبيشرح لهم ده عملي برباط جزمة وإقلام رصاص. وبيدخل جونج المطعم اللي في وش البنك، بيعرف ان البنت اللي شغاله فيه ان في واحد دخل قبلهم وساب لها فلوس، والشخص ده بيكون زهونج رئيس العصابه، لكن محدش من الشرطه بيكون عارف شكله. بيقعد جونج في المطعم وبيشوف من شباك المطعم كل المباني حوالين البنك، وبيربط بين شكل المباني اللي كانت عند محل المجوهرات وشكل المباني اللي عند البنك. بيفهم ساعتها ان العصابه بتدخل تسرق المكان، وبتسيب واحد منها يقف على اعلى مبنى موجود عشان يراقب الطريق وينبه العصابه لو الشرطه وصلوا في اي وقت. بيوصل بعد كده جونج للراجل اللي كان زهونج بيشتري منه اسلحه لعصابته، لكن الراجل مش بيتعاون مع الشرطه وبيكذب عليهم وبيقول لهم انه ما يعرفش حاجه عن العصابه دي. وبيتعصب عليه جوانج هو زميل جونج وبيفضل يضربه. وبنشوف بعد كده زهونج رئيس العصابه وهو بيخطط لعمليه جديده لسرقه محل، بيكون متجمع مع عصابته وبيشرح لهم الخطه، وجونج وزمايله بيعرفوا مكان العمليه، لكن للاسف بيوصلوا متاخر. ساعتها بيدور جونج على اعلى مبنى موجود جنب مكان العمليه، وفعلا بيلاقي راجل من العصابه فوق المبنى، بيضرب جونج نار على الراجل وبيقدر يوقعه من فوق المبنى. اما بقى زونج والعصابه بيكونوا مشوا من المكان في عربيه، لكن لما زونج بيشوف زميله بيقع من على المبنى بيرجع له تاني عشان يقتله قبل ما الشرطه توصل له وتعرف منه معلومات عن العصابه. بيرجع زونج وعصابته وبيضربوا نار على الشرطه اللي في الشارع وعلى الناس كمان، ولما ما بيقدرش يوصل لزميله بيرمي عليه قنبله وبيفجره، وبيهرب مع عصابته في العربيه بسرعه. وواحد من الشرطه بيحاول يعطل العربيه فبيرمي تحتها عجله، وفي نفس الوقت جونج ضرب نار على لوحة إعلانات تقيلة كانت العربية معدية من تحتها،
وفعلا بتقع اللوحة على العربية وبتوقفها. بينزل زهونج وعصابته من العربية وبيفجروها وبيركبوا عربية تانية وبيهربوا. بنشوف بعد كده زهونج متجمع مع عصابته وبيكون متعصب جدا عشان جونج اتسبب في قتل واحد من العصابة، وكمان كان قريب جدا من انه يقبض عليهم. وبيقرر زهونج يعمل عمليات اكتر، كمان بيفضل يبعت جوابات تهديد لجونج وزمايله، وبيقدر زهونج ينفذ فعلا عمليات كتير، وبيكون بيستخدم تليفونات مشفرة عشان محدش من الشرطة يقدر يوصل له. من الناحية التانية بيكون جونج متعصب جدا عشان مش قادر هو وزمايله يقبضوا على زهونج وعصابته، خصوصا ان عمليات العصابة كترت في الفترة الاخيرة. في يوم زهونج بيكون ماشي وبيشوف بنت بتتخانق مع واحد في الشارع، وبعد الخناقة بيمشي وراها بيلاقيها تنتحر وبيقنعها ما تنتحرش، وبيكون معجب بيها، والبنت دي اسمها وان جوان. نرجع بعد كده لجونج اللي بيقول زمايله حتى لو احنا مش قادرين نقبض على زونج وعصابته، نحاول حتى نراقب الاماكن اللي ممكن يسرقوها، خصوصا اننا خلاص بقينا عارفين طريقتهم. في الوقت ده زونج بيكون متضايق جدا لان جونج وزمايله بيقدروا فعلا يسيطروا على المدينه ويحموا المحلات والبنوك، وعصابه زونج بيفضلوا وقت طويل مش قادرين ينفذوا اي عمليه. ومن كتر تركيز جونج في مراقبه المحلات والبنوك بتبدا تجيله هلاوس بصريه، وبيشوفوا الناس كلها لابسه اقنع ومجرمين. ولما الحاله دي بتزيد عليه بيتحجز في المستشفى، وبنشوف بعد كده زونج بيزور حبيبته وان جوان، وبيعرف كمان انها حامل منه، وبيقرر انه يتجوزها، وبتكون وان جوان فرحانه. بيبدا زونج يفكر مع عصابته انهم لازم يعملوا عمليه، لان بقالهم كتير متكتفين بسبب تركيز الشرطه وتامينهم للمحلات والبنوك. وبيتخانق زونج مع واحد من عصابته عشان بيكون مش عايز يكمل معاهم سرقه، وزونج بيضربه وبيجبره يكمل معاهم. بيعرف عصابته ان اللي جايه دي اخر عمليه ليهم. في الوقت ده بيكون جوانج مكثف تحرياته عن العصابة، وبيقدر فعلا يوصل لمعلومات كتير عن الراجل اللي زونج فجره لما وقع من على المبنى، وبيحاول جونج يوصل كل الخيوط ببعض عشان يقدر يقبض على العصابة. وواحدة من الفريق بتاع جونج بتقول لهم ان الفرع الرئيسي لبنك مدينتهم هيلم كل الفلوس من كل فروعه وهيشيلها في الخزنة. ومعلومة زي دي مش بتعدي كده على جونج طبعا، لانه بيكون واثق ان اكيد زونج وعصابته مش هيفوتوا فرصة زي دي. وعشان يحاول يكون سابق العصابة بخطوة، بيبدأ جونج يفكر ايه الطريقة اللي ممكن بيها عصابة زهونج تهجم على العربية وتاخد الفلوس. بيعرف ان البنك ليه فرع في مكان فيه سوق، وبيشك جونج ان ده انسب مكان ممكن عربية زهونج وعصابته يهجموا فيه على العربية. وبنشوف زهونج وهو بيدي قنبلة لطفل صغير عشان يلهي الناس قبل ما العربية بتاعة الفلوس توصل. لما بتوصل العربية بيلبس زهونج وعصابته الأقنعة، وبيهجموا على عربية الفلوس وبيقتلوا حراس العربية وحراس البنك من غير أي رحمة. بياخدوا العربية باللي فيها وبيهربوا، لكن واحدة شافت كل اللي حصل وبتبلغ الشرطة. بيوصل البلاغ لجونج وبيتحرك بسرعة، وفعلا بيوصل بسرعة هو وزمايله، وبيقطعوا الطريق على عصابة زهونج وبيفضلوا يضربوا نار على بعض، وبيموت ناس كتير من الشرطة، والعصابة بتحدف قنبلة على الشرطة لكن محدش بيتصاب منها. وبنشوف واحد من الشرطة مصاب ومش قادر يتحرك، لكن من غير ما حد ياخد باله بيفتح باب عربية البنك اللي العصابة سرقتها. ولما العصابة بتحاول تهرب بالعربية الباب بيتفتح والفلوس بتطير في الهواء. دي حاجة بتغيظ زهونج جدا، وبيرجع تاني يفجر قنبلة في أسلاك الكهرباء ويدمر الشارع كله. وبيجتمع جونج مع زمايله وبيعنفهم جامد عشان كل ده مش قادرين يقبضوا على العصابة، وكل مرة يفلتوا منهم. وبيقول لهم إن في مدنيين كتير ماتوا بسبب تقصيرهم، وبيوريهم القنبلة اللي خدوها من الواد الصغير، بيقول لهم تخيلوا لو كانت انفجرت كان إيه اللي هيحصل. بنشوف بعد كده الشرطة بتعرف مكان عصابة زهونج وبتحاصره، وبتوصل لاتنين من رجالته، والاتنين دول بيفضلوا يحدفوا قنابل على الشرطة. ولما الشرطة بتحاصرهم جامد، واحد منهم بينط من البلكونة والظباط بينطوا وراه وبيقتلوه. والراجل التاني بينزل ماسك قنبلتين في ايده بيهددهم انه هيفجرها، وبيرميها فعلا لكن بتنفجر في الهواء. بيهجم عليه جوانج وبيشد منه القنبلة التانية، لكنها بتنفجر في ايده وبتقطعها. وزونج بيتنكر في زي الشرطة، وبيضطر الدكاترة يعملوا عملية بتر جوانج هنا في ايده بسبب القنبلة. كل زمايله بيكونوا زعلانين عليه. وبيجي بعد كده واحد من فريق جونج بيعرفوا انهم لقطوا رسائل بين زهونج ومراته، وبيطلب جونج منهم يراقبوا وان جوان مرات زهونج. لكن في الوقت ده اصلا زهونج بيكون مراقب بيت مراته، وبيتصل بيها وبيطلب منها تنفذ الخطه اللي اتفقوا عليها. بتروح تقابله في المكان اللي كانوا بيتقابلوا فيه، لكن المفاجاه ان جونج بيكون مخترق تليفون وان جوان وبيسمعهم. بنشوف وان جوان بتمسك صورتها مع زهونج، وبتقص صوره زهونج بالمقص، وبيستناها جونج وهي خارجه من البيت وبيقبض عليها. بتدخل الشرطة بيت وان جوان وبيفتشوه، وبيشوفوا صورة جوازها مع زهونج، وبيقدروا يعرفوا شكل زهونج لأول مرة، وبيعرفوا كمان إن زهونج مستنيها في المسرح. بيستخدموا وان جوان كطعم، وبيخلوها تروح في الميعاد والمكان. وأول ما زهونج بيحس بيهم بيطلع سلاحه، لكن الظباط بيقبضوا عليه بسرعة قبل ما يقتل حد. بيبدأ جونج يحقق معاه، لكن بيلاحظ إن مكان العضة اللي كان عضها له في ودانه مش موجود. بيتأكد إن ده مش زهونج. بيعرف إن زهونج ضحك عليهم وسلمهم واحد تاني،
وفي الوقت ده بيكون زهونج عند أمه، وأمه بتكون عندها مشكلة في السمع، وبيكون زهونج بيفتكر خطته واتفاقه مع الراجل اللي خلاه يتصور مع مراته بداله عشان لو في يوم الشرطة شافت الصورة يفضلوا برضه مش عارفين شكله. ولما كان زهونج بيفتش بيت وان جوان شاف السماعات اللي كان زهونج مشتريها لأمه وعرف إنها محتاجاها ضروري، فبيستنتج إن ممكن يكون زهونج مختفي في بيت أمه. وبنعرف ان الراجل اللي كان بيبيع السلاح لزهونج انتحر بسبب ان ابنه ومراته ماتوا في عملية نفذها زهونج اصلا بالسلاح اللي هو باعه له، فموت نفسه بسبب حالته النفسية. ولما جوانج بيخرج من المستشفى بيروح لجونج وبيديله جهاز تواصل مشفر كان بيستخدمه زهونج في التواصل مع تاجر السلاح، وبيديله كمان كذا جهاز تانيين كان زهونج بيستخدمهم. بيفضل جونج وزمايله مستنيين زهونج يستخدم اي جهاز منهم، وفعلا بعد وقت مش كبير بيستخدم زهونج جهازه وبيتصل على جهاز تاجر سلاح جديد غير اللي انتحر. بيعرفوا انه محتاج سلاح عشان ينفذ عملية جديدة، وبيقدر زهونج يفك شفرة الرسالة وبيعرف يحدد الشارع اللي زهونج فيه. كان مش عارف تحديدا المبنى اللي هو فيه. بيفضل يمشي في الشارع اللي لقط منه اشارة الرسالة بيحاول يوصل لمكان زهونج بالظبط، لحد ما بيقدر يوصل للمبنى اللي والدة زهونج ساكنة فيه وبيديها السماعة اللي كان زهونج شاريها لها، وبيسألها عن مكان ابنها والست فعلا بتقوله على المكان. بيتحرك بسرعة جونج للمكان اللي فيه زهونج وبيكلم واحدة من فريقه وبلغ الشرطة بسرعة. بيوصل جونج لحمام الساونا اللي بيكون زهونج فيه وبيدخله وهو معاه مسدسه وكلبشات كمان، وزهونج اتصدم أول ما شافه لأنه كان معتقد إن محدش هيقدر يوصله أبدا. وبيحاول زهونج يزق واحد من اللي في الساونا على جونج، لكن جونج بيتفاداه. تبدأ بينهم معركة قوية، ولما بيحاول جونج يربط زهونج بالكلبشات بيقدر زهونج يخلق حتة حديد من الصرف اللي في الأرض بيضرب بيها جونج جامد. بيحاول زهونج يضرب جونج بالمسدس لكن جونج بيقدر يمنعه، وفي الاخر بيقدر جونج يكلبش ايد زهونج ويشده في المايه ويضربه على دماغه بالمسدس ضربة جامدة. بعدها زهونج بيغمى عليه ومش بيرضى جونج يقتله عشان يسيبه يتحاكم وياخد جزائه، وبيسلمه جونج للشرطة وفعلا بيتحاكم وبيتحكم عليه بالاعدام. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا. فما تنساش بقى اللايك الجميل واشترك في القناة عشان في عظمة هتنزل يوميا، ولو في فيلم عايزنا نلخصهولك اكتبلي اسمه تحت في التعليقات، وسلام.